خلينا نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي علشان نشوف ايه المسكوت عنه واسباب المغضوب عليه. كابتن سيد اهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، ازي حضرتك انت وكابتن عادل؟ ازيك يا كابتن عادل؟ اه يا كابتن سيد ازيك؟ عايز ابارك لك على الاداء بتاع امبارح وبعدين نخش في المسكوت. الحمد لله الحمد لله. انا حاسس كويس الحمد لله، لكن برضه اختار بقى الاهلي زي ما قلنا وقفتنا على مباراه الوداد، يا رب تتحقق وتوصل لمباراه الوداد على طول الفورمه باذن الله. الشكل ما شاء الله كان فعلا جميل جدا، اسعد الناس بالكوره ديت. قول لي ايه السبب بصراحه لسيد عبد الحفيظ اللاعب يعني؟ الخط بيقطع. الو الخط بيقطع، انت بتتحرك ولا ايه يا كابتن؟ لا والله خالص كده كويس. اه كده خليك مكانك. اسمع حضرتك، يعني بيحضر كويس التدريبات، بيحضر كويس للمباريات، يهتم بحته الحركه في الملعب، الحركه مش تقيد بمركز معين يعني، فبتلاقي حاجات بتحصل داخل الملعب في ناس كثيره مش في المكان بتاعها او الشوط بتاعها. المهم ان انت تلاقي حد عامل زي عباره عن المثلثات، سواء الخطوط الخلفيه او الخطوط الاماميه، تواجد عدد كبير من اللعيبه في مكان واحد، سواء كان وانت معاك الكوره او وانت بتحاول تخلصها، وده اللي حصل يعني. حتى لما بتسقط الكوره ما بتقعدش طويل عشان تجيبها، وده مهم جدا الحمد لله رب العالمين. مع الوقت ان شاء الله، يمكن حظنا الوحيد اللي مش لطيف ان انت لو عندك وقت شويه سنه كنت ممكن تحصيل اللعيبه يبقى احسن والناتج بتاعي يبقى اعلى واعلى، لكن ان شاء الله الرحمن على ما تيجي مباراه الوداد وصلنا لفورمه كويسه ان شاء الله. طيب في المختلف فيه ايه يا كابتن سيد موسيماني؟ المختلف في الراجل، يعني انا مش عايز اتكلم عليه اكتر من اللي انت هتقولوه، لان انتوا كلنا عارفين شخصيته، كلنا عارفين امكانياته وقدراته، وهو جاي الراجل مش عشان حاجه معينه اكتر من هي السي في بتاعه اللي جاي بيه ومعرفته ودرايته للامور سواء الافريقيه او الشمال افريقيا تحديدا او حتى العربيه بشكل عام او حتى النادي الاهلي بشكل خاص، يعني معرفه كبيره جدا يعني. فده ما خدش وقت خالص من اول يوم، يعني انت في ناس بتقعد فتره طويله جدا على ما تكتشف الاجواء والمناخ واللعيبه والدماغ والتدريبات وشكلها ونظامها، لكن من اول يوم يعني اجتمعنا الساعه 2، يعني كنا موجودين مع بعض الساعه 2 لحد الساعه 3:30 مع خطيب وكابتن ولجنه التخطيط، بعد شويه قعدنا مع اللعيبه، بعد شويه قعدنا مع بعض كجهاز، ابتدى يعمل اعداد ثنائيه واعداد فرديه مع اللعيبه، حتى الخطوط نفسها اللعيبه بشكل خاص كل واحد لوحده، التحركات دايما ماشي بالطبوره، دايما ماشي بالحاجات اللي بيستخدمها، والشرح اللي هو في التحرك سواء كان على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. فاعتقد ان دي حاجه كويسه جدا، عامله حاله ايجابيه، يعني كل بياخد مش عايز اقول فرصه، لكن كل حاسس ان له مكانه واهميه في الفرقه، ده سواء كانت لعيبه كبيره او لعيبه صغيره او حتى لعيبه راجعه من الاصابات او حتى لعيبه ما كانتش بتاخد فتره طويله يعني. وده اساس في الكوره، انا ما اعرفش في الكوره يعني تقييم الشخص انا او معرفتي الشخصيه او من خلال خبرات ما تعرفش مين اللي ممكن يبقى سبب في مكتبك، يعني كل الناس لازم تكون عارفه ومدركه ان هي ان انت محتاجها في اي وقت ممكن تلعب، عشان لما يجي وقتها اللي ممكن تفرض عليك الظروف تلاقيه ما تلاقوش بعيد يعني.